شركة هام. أبو زايد اليوم كيف شاهد دخول الجل؟ في شيء جديد اليوم وفكرة جديدة، وأثني على النادي بذا الفكرة. أول ما سمعناها ما تقبلناها، وخصوصا الراعي الذائر، وأشوفها اليوم استفاد منها فائدة قوية. اللي هي أبو زايد؟ اللي هي يعرفونها المستثمرين، هل البل ما أدري هم بيعونها الآن ولا لا، لكن المستثمر الاقتصادي اللي عنده منشأة تجارية أو سلعة تجارية أو بيفهمها جدا ويشكر النادي على ذا الفكرة. طبعا معنى الدائرة، هذه على صوت الدائرة، صورة وهي سنها لقية. نعم، حقة تلقي الله، هذه من صورها وهي من البكار اللي لها إنجاز كبير. هذه كانت الصورة أبو فيصل عام 2013. الله يرحم ذا العود اللي معها. الله يجعلها الجنة. نعم طبعا، يجعلها الجنة. الصورة هذه تاريخها بالضبط 24/12/2013. هي من انتقاد ناقدنا الحصري عبد الله بن مرجان. الله يطول عمرك. نعم، انا اللي مصوره، الله يغفر له والدينا ووالديكم كل مسلم. وعند الذاكرة حصريا عندنا اليوم في المجلس. نعم حصري، وكل ما عندي لكم حصري. طال عمرك في 24/12/2013، وكان اسمها النايفه.